كيف لم يصغي لابن الخطاب؟ كيف؟ والله إنه لثقيل على أنفسنا أن نذهب إلى البلقاء ونترك مدينة رسول الله تحت رحمة سيوف المرتدين. ما الذي يدور في خلد الصديق؟ ما الذي يدور؟ حاول المهاجرون والأنصار ثنيه عن عزمه لكنه أبى. هذا ليس موقف الصديق، إنه أمر رسول الله، ولا أظن الصديق يوقف أمرا بدأ الرسول بتنفيذه. انظر إلى اليمامة، انظر إلى الأرض المطهرة من رش الشرك بالله. من هنا ستعلو راية الحق وسترفرف على سائر أرض العرب، وسيكون بنو حنيفة حاملين. بنو حنيفة، أتدري كيف أراهم؟ كيف؟ بنو حنيفة كانوا غرقى في لجة الشرك بالله، فقدمت إليهم بسفينة الإيمان لأنقذهم وأقودهم إلى منارة النور. هل ستصل بهم إلى شاطئ اليمن؟ نعم، فالربان الماهر لا يخشى هدير الأمواج. الخشية ليست من هدير الأمواج، وإنما من السوس الذي ينخر في قعر السفينة. ماذا تعني؟ ثمامة بن أثال في وسط بني حنيفة يعلبهم عليك، وهو كالسوس الذي يفتك في سفينتك. إنه أشد علي من كل الأعداء، فهو أفعى ينام في حجري، ولا بد لي من هرس رأس الأفعى. والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. ما الذي حدث؟ الصديق لن يوقف أمرا بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استطاع بسلامة منطقه وقوة حجته إقناع المجلس بصواب رأيه. إذن حسم الأمر. امضوا ثكيلتكم أمهاتكم، لقيت ما لا أحب بسببكم من خليفة رسول الله. قال لي: ثكيلتك أمك وعديمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه. أسأل الله أن يجد لنا مخرجا لإيصال هذه الصدقات إلى مدينة رسول الله، ولن نقدر على ذلك إلا بالحيلة. ثابر على التأخر ليلا، وعندما تصير الفرصة مناسبة سر بالصدقات إلى مدينة رسول الله، وأنا ألحق بك، ولن يفطن القوم لذلك إن اعتادوا تأخرك. هيا اذهب. هيا. جاء خليفة رسول الله. اسمع يا أسامة، اصنع ما أمرك به نبي الله، ابدأ ببلاد قضاع ثم أتي إبل، ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله، ولا تعجلن لما خلفت عن عهده. يا خليفة رسول الله، والله لا أنزلن أو لا تركبن. والله لا تنزل، ووالله ما أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. يا أسامة، لي طلب عندك. وما هو؟ إن رأيت أن تأذن لعمر بن الخطاب بالبقاء في المدينة لأستشيره وأستعين برأيه، فإنه ذو رأي ونصيحة للإسلام وأهله. لك ذلك يا خليفة، لك ذلك.
لا تخونوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكل. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم بالصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. وسوف تقدمون على أقوام يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منه شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه. اندفعوا بسم الله. أين القصد يا نبي الله؟ يثرب. إلى الجهاد يا أيها العباد، وإلى يثرب المراد. تبدو المدينة خالية. الأقدار تساندنا. في وضع كهذا يصعب على أبي بكر رفض مطالبنا. أنذهب إليه الآن؟ لا، دعنا نرى بعض المهاجرين أولا كي ننال دعمهم. ارتدت العرب يا قعقاع، ارتدت العرب. أسد وغطفان، حصية وعميرة وخفاف وبنو عرب. لم يبقى للإسلام إلى المدينة وبعض قبائل العرب حتى مكة، أما بعض أهلها بالردة. حفظ الله سهيل بن عمرو خطيبا لمكة والإسلام، وقف بهم وأنذرهم قائلا: من رابنا ضربنا عنقه. فتراجع الناس عن رأيه. رحم الله نبينا كم كان واسع الحكمة بعيد النظر حين قال لعمر: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. إن عسى أن يقوم مقاما لا تذمه، وهذا ما حدث فعلا، فلولا لدخلت مكة دائرة الردة. رحم الله نبينا كم كان واسع الحكمة خبيرا بالرجال ومعادنهم. ولكن يا خالد، ألا ترى أن الأدوار قد تبدلت قليلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر صار أكثر لينا والصديق أكثر حزما. قال عمر للصديق: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. فأجابه الصديق: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، لقد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي؟ لقد ارتد عامة من وراءنا عن الإسلام، وليس في أنفسهم أن يؤدوا إليكم من أموالهم ما كانوا يؤدون إلى رسول الله. فإن تجعلوا لنا جعلا نرجع فنكفكم من وراءنا. من هؤلاء؟ إنهم وفد من أسد وغطفان، جاءوا إلى الصديق يطلبون إليه أن يسقط عنهم فريضة الزكاة، فردهم إلى ديارهم وأقسم على قتالهم أن يؤدي الزكاة. فقال له الفاروق بعد أن خرج: كيف تقاتل الناس
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحق، وحسابه على الله. وبماذا أجابه الصديق؟ ازداد الصديق إصرارا وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. إنها أرض تميم، أليست كذلك؟ بلى. أرسل الرسل إلى سادة تميم وادعهم إلى أمرنا. يا أهل المدينة، يقول لكم خليفة رسول الله: إلزموا المسجد، إن الأرض كافرة، وقد رأى وفدهم منكم قلة، وإنكم لا تدرون ليلا تؤتون أو نهارا، وأدناهم منكم على بريد، وقد كان القوم يأملون أن يقبل منهم ونوادعهم، وقد أبينا عليهم، فأعدوا واستعدوا. حقا؟ الكلمة كحد السيف، حد يفعل وحد لا نفع منه. كلمتنا حد يفعل، وسأثبت ذلك لأم زمل. سأرسل معكم أخي حبالا لمهاجمة يثرب. حبال! ما حصل إهانة لا تغتفر، وبنو فزارة لا يرضون الإهانة. كيف يرفض أبو بكر طلبك والمدينة بهذا الضعف؟ لا بأس لا بأس، فأنا أعرف كيف أطأر لهذه الإهانة. دعونا وحدنا. أرى يا نبية الله أن تفكري مليا قبل الإقدام على غزو يثرب. لماذا؟ طلحة الأسدي عقد العزم على مهاجمة يثرب، فإن أظفره الله بأبي بكر دخل يثرب منهكا وهان الأمر علينا، وإن كان النصر لأبي بكر سنواجهه بعد أن يكون طلحة قد أمعن في المسلمين قتلا. أنت رجل حكيم يا مالك بن نوير، ويسعدني أن تكون إلى جانبي، لكنك تعلم أن الجيش الذي يسير إلى القتال لا يمكنه العودة بدون قتال، لأنه كالسيل الجارف يقتلع ما يعترضه، ولا يستطيع أن يتوقف إلا بعد أن يغرق كل شيء. أصبت كبد الحقيقة، على السيل الجارف أن يقتلع كل ما يقف في طريقه. لا تقلق، سيعود قريبا، إنها ليست المرة الأولى. كان علي أن أؤدبه غير هذا الأدب، لكنكم منعتموني. أهدأ أهدأ، سنرسل من يبحث عنه. لا، لن يبحث عنه أحد غيري. إذا نذهب معك. كي تمنعوني من ضربه وتعنيفه؟ لا ورب الكعبة، لن يلحق به أحد سواي. وعليكم السلام.
الحمد لله الذي أنعم على أبي بكر بالنصر، وما زالت الانتصارات تتوالى. فهو جيش أسامة يعود إلى المدينة غالما، والزبرقان بن بدر يتمكن من إحضار الصدقات. الحمد لله، ولو أن الأمور ما زالت في بدايتها بعد أن ارتد نصف العرب. الخليفة مصمم على محاربة كل القبائل المرتدة وأخضعها. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليك يا نبي الله. وعليك السلام. الحمد لله، كنت أخبر النوار بوحي السماء. أي وحي؟ أخبرني ذنون أن الله سيمدني برجل يحبه ويعلي كلمته، وكم أملت أن تكون أنت. والحمد لله الذي صدق وعده. يا نبي الله، يا نبي الله، قتل أخوك حبان. هذا أوان الشد فاشتدي، هذا أوان الشد فاشتدي. أقسمت أن لا أضع السلاح حتى يقتل دجال بني حنيفة. نحن نكفيك ذلك، عودي إلى دارك. وقسمك، أتحمل وزره عني؟ لا والله، لن تهدأ نفسي حتى يهلك عدو الله. هل أخبرت الصديقة بذلك؟ أخبرته وبارك لي جهادي. السلام عليك يا خالد. وعليك السلام أيها القعقاع. أرسلني الخليفة للانضمام إلى الجيش. إن جيشا فيه القعقاع وزيد بن الخطاب وقيس بن ثابت الأنصاري وكل هؤلاء المجاهدين الأبطال، جيش لا يهزم أبدا. أهلا بك. كفاكم ترددا، فوالله ما تردد قوم في أمر إلا فاتهم، ولا اختلفوا في رأي إلا هزموا. لقد أتيتكم برجال ترهب العرب ذكر أسمائهم، غايتهم إعلاء كلمة نبيتهم، وأنتم تترددون في القتال. ليس ترددا بل مشورة. نحن معك يا نبية الله على القتال، ولكن بمن نبدأ؟ عندما يقرر الله أمرا ننفذه، لا نتشاور فيه. هل أتاك خبر السماء؟ نعم، أعد الركاب واستعد للنهاب، ثم أغير على الرباب فليس دونها حجاب. لكن الرباب من بني تميم. قلت أمر الله ننفذه، لا نتشاور فيه. أيها الناس، هذا ما عهد خليفة رسول الله إلى كل قائد من قادة ألويته التي سيرها من المدينة. عهد إليه أن يتقي الله فيما استطاع في الأمر كله،
ستره وعلانيته وأمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إليهم، فيدعوهم بداعية الإسلام، فإن أجابوه أمسك عنهم، وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا به، ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي لهم. ومن لم يجب داعية الله قتل، وقتل حيث كان وحيث بلغ مراغمه، ولا يقبل من أحد شيئاً أعطاه إلا الإسلام، فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه، ومن أبى قاتله، فإن أظهره الله عليه قتل بالسلاح والنيران. ثم قسم ما أفاء الله عليهم إلا الخمس فإنه لنا، وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد، وأن لا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم، وأن لا يؤتى المسلمون من قبلهم، وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل ويتفقدهم، ولا يعجل بعضهم عن بعض، ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول. أوف، ها هو أبو بكر قد عاد إلى السمح. كان يحلم لنا أغنام دارنا قبل أن يصير خليفة، لا أراه يعود إلى ذلك مرة أخرى. قاتلك الله، لقد سمعك. هل تريدين من خليفة رسول الله أن يحلب لك غنمك؟ هل ستلتحق بنا؟ كنت أرغب في ذلك، لكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني على صدقاتي أوازن بنجدي. جئت أودعه، كم كنت أرغب في الجهاد معه. سنجاهد يوما تحت راية واحدة بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله. عاد حارثة من المدينة وهو يخبرك أن خالد بن الوليد انطلق بالجيش نحو ديارنا. هل علم أحد بالأمر؟ لا، لكن هيينة بن حسن بالباب ويبدو عليه الغضب. أدخليه. حسنا. جزاك الله خيرا يا أبا بكر. ما بك يا عيينة؟ إني امرؤ واضح وجلي، لا أخفي ما في نفسي. قل ما في نفسك. إن في شك من نبوتك. وماذا أفعل كي أنزع الشك وأزرع اليقين؟ لا أبالك، هل أنت مرينا بعض نبوتك؟ فقد رأيت ورأينا ما كان يأتي محمد. نعم، إن أرسلت فارسين اثنين على فرسين أغرين محجلين من بني نصر بن قعين أتوكم من القوم بعين. أرسلوا فارسين من بني نصر. لأننا نتوجه إلى ديار طليحة. أجل، ولما العجب؟ سمعتك توعد الصديق على لقاء الأمراء في خيبر. أظهرنا ذلك كي نخيف الأعراب ونمنعهم من مهاجمة المدينة. سمعت أن عبسا وذهيانا وطيئا وبني جديلة انضموا إليك. طيء لم تلتحق به بعد، فقد أرسل الصديق عديا الطائية إليهم وقال له:
عليك قومك لا يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم. لله در الصديق، حكمة الشيوخ وحنكة المحاربين. عمله هذا له وقع في النفوس أقوى من وقع السيوف. الصديق خبير ببواطن نفوس القبائل وأهوائها، وهو يعلم ما يثيرها وما يحرك مشاعرها. بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة، أقام على إسلامه أو رجع عنه، سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى. سمعا يا بني قضاعة، وإني بعثت إليكم عمرو بن العاص في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، أمرته ألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب له وأقر وكفى وعمل صالحا قبل منه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك. وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم والداعية الأذى، فإذا أذن المسلمون فأذنوا يكفوا عنكم، وإن لم تؤذنوا عزلوكم، فإذا أذنتم سألوكم ما عليكم، فإن أبيتم عاجلوكم، وإن رضختم قبل منكم. أنا من جيش خالد بن الوليد، أرسلني عينا إليهم كي أنبئهم بتحركاتكم. السلام عليكم يا خليفة رسول الله. السلام عليكم يا خليفة رسول الله. لعمري لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. لله در، هل سمعت قولا كهذا؟ خليفة رسول الله يحلب الشياه ويرجو من ربه ألا يغير طبعه ولا خلقه. والله ما سمعتها مما هم أدنى منه بكثير. أين هو الآن؟ قالت الرسل إنه يقترب من ديار طيء. طيء؟ هو يقصد طيئا إذن؟ يريد أن يقطع علي طريق الإمداد. لا بأس يا خالد، لا بأس. ما العمل؟ ما العمل إذن؟ ما العمل؟ دعي دعي دعي، لقد أرسلت ابن أخي حيالا ليتنسم لنا الأخبار، وعندما يعود نرى ما العمل. كنت عند والدي فجاء العباس وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسان ميراثهما منه بفدك وسهمهما من خيبر، فقال لهما والدي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. هل سمعت مثل ذلك؟ أجل، جميعنا سمعناه، وقد سألني خليفة رسول الله إن كنت قد سمعت مثل هذا، فأكدت له أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عامي فهو صدق. ونساء النبي حاولنا إرسال عثمان بن عفان للمطالبة بميراثهن أيضاً،
ولكن أختي عائشة ذكرتهن بحديث رسول الله نفسه. لقد التزم الصديق بما عاهد الله والمسلمين عليه يوم بويع بالخلافة، وقال إنما أنا متبع ولست بمبتدع. رضوان الله. يا قوم، استهدوا بالله وبايعوا أبا بكر، فهذا خير لكم وأبقى. لن نبايع أبا الفصيل أبدا. هذا شأنكم، لكني أحذركم، لقد جاءكم قوم ليبيحن حريمكم ولتكننه بالفحل الأكبر. والله ما أردت لكم إلا الخير، أنتم أهلي وقومي وعشيرتي. أين بيتم نصحي وعارضتموني؟ فلا أملك إلا أن أقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل. سأبلغ خالدا رفضكم البيع. انتظر، لم نقل كلمتنا بعد. أرجو أن تسبق كلمتكم سيف خالد. أمهن ثلاثا حتى نسترجع من لحق منا بطليحة، لأن إن خالفنا طليحة لم نأمن على قومنا عنده، فقد يقتلهم أو يرتهنهم. لكم ذلك، سأبلغ خالدا بالأمر. يا معشر عبد القيس، إني سألتكم عن أمر فأخبروني به إن علمتموه، ولا تجيبوني إن لم تعلموا. كان لله عز وجل أنبياء فيما مضى، فما فعلوا؟ فإن محمدا مات كما مات، وأنا الجارود بن المعلى أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك سيدنا وأفضلنا. جاء عدي بن حاتم إلى خالد بن الوليد في السماء وقال له: يا خالد، امسك عني ثلاثا يجتمع لك 500 مقاتل من طي تضرب بهم عدوك. وهل وافق خالد؟ نعم، جزى الله عديا كل خير، فقد أعز جيش خالد بطي وأوهن طليحة بفقدانهم. وأنا أيضا لدي أخبار عن حرب الردة، فمسروقنا العكي أعاد نجران إلى الإسلام، وعندما وصل المهاجر بن أبي أمية إلى نجران وجدهم عادوا جميعا إلى الإسلام، والجارود بن المعلى في البحرين أقنع قومه بترك الردة والعودة إلى الإسلام. هيا بنا إلى خليفة رسول الله في السنح نبلغه هذه الأخبار. لا داعي للذهاب إلى السنح، فخليفة رسول الله في السوق يتاجر بالأثواب. خليفة رسول الله يتاجر بالأثواب؟ نعم، وقد اعترضه الفاروق وأبو عبيدة بن الجراح وحاولا ثنيه عن ذلك، فقال لهما: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال له: انطلق معنا حتى نفرض لك شيئا، فذهب معهما. والله ما غرته الدنيا يوما، ما ذكر خير إلا وكان السباق إليه دائما. صدق أبو محجن عندما قال: وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكري، سبقت إلى الإسلام الله شاهد، وكنت جليسا في العريش المشهر. كم تبعد بزاخة من هنا؟ مسيرة يوم كامل، علينا إرسال العيون لاستطلاع الطريق. من سترسل يا خالد؟ أرسل ثابتا وعكاشا. نعم الاختيار ونعم الفرسان. تولى أنت المهمة. سمعا وطاعة. علي بن أبي طالب نادرا ما أراه يعتني بزوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قلما يغادر المنزل منذ داهمها المرء. ألا نذهب ونطمئن على ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجل، لكنها الآن أحسن حالا، فقد زارها خليفة رسول الله واطمأن عليها. سمعته مرة يقول: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، لذلك أرسل أبو بكر زوجته أسماء كي تعتني بفاطمة وتلازمها طوال مرضها. حسناً فعلت نبية الله بمهادنة الرباب. الرباب ليست بغيتي ولا مأربي، وما أنا إلا أمة لله تنفذ ما تؤمر به. محمد قد مات، وطليحة يقاتله ابن الوليد، وأظنه سيظفر به.
لأن طيئا وجديلة تخلت عن طليحة والتحقت بخالد. هل هناك ما تريد قوله لي؟ أرض العرب لا تتسع لأكثر من نبي. اجمع لي قولي. من أنتما؟ أنا ثابت بن أقرم، وهذا عكاشة بن محصن. أنتما من جيش خالد إذن، وأنا حبال ابن أخي طليحة نبي الله. لكن مسيلمة منيع الجانب، كثير الأتباع، تهابه اليمامة كلها. سيكون وجهتنا يا نبية الله. مسيلمة استفحل أمره ولن نقوى عليه. عليكم باليمامة، دفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة لتلحقكم بعدها ملامة. سمعا وطاعة نبية الله. يا ابن عوف، هل خليفة رسول الله جدار؟ لا، هلم انتظر، لن يتأخر. أين ذهب؟ لم يقل. وكيف علمت أنه لا يتأخر؟ لن يتأخر، لقد رأيته. أين هو؟ في دار عجوز عمياء يقوم بأمرها. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم عجوز العمياء؟ اسمع ما يدهشك أكثر أيضا. أنت تعرف العجوز العمياء التي تسكن حواشي المدينة؟ نعم، أعانها الله وأعاننا. كان الفاروق يتعهد رعايتها ويقوم بسقايتها وأودها خفية، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ومنذ مدة والفاروق في حيرة من أمره، فكلما جاءها ليعتني بها وجد غيره قد سبقه إليها، فترصده عمر البارحة فإذا به خليفة رسول الله. إنهما ثابت وعكاشة، رحمهما الله. أقيم عليهما الصلاة ووارج جثمانين ثرى. سيدفع الثمن طليحة، سيدفع الثمن غاليا. نوال، ماذا هناك؟ جاء من أرسلتك ليتسقط الأخبار. لماذا لم تدخليه؟ لا أريد أن يراك رجالك بهذا المنظر كي لا تخور قواهم. خالد بن الوليد نزل بأجأ وسلمى، فما أنت فاعل؟ قولي لعيينة بن حسن أن يسير بالجيش إلى بزاخة، وأسأل الله العلي أن ينصر نبيه على من يعاديه. Thank you.
وزع الرايات إلى زيد بن الخطاب وثابت بن قيس الأنصاري وعدي الطائي. يخرج علي طليحه.